شيء بغيض، شيء لا ينتهي بقاله عشرات السنين. الفتنة دي لم تنقضي بقسوة العقاب. أنا بفوض الأمر لله من قبل ومن بعد ولعدل المحكمة لوقت هذه الفتنة. وهنا دي بتبقى قضية قتل عمدي مع سبق الإصرار. المجتمع المصري معروف عنه المسالمة والطيبة طوال التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا هنتكلم في قضية القتل والقتل للصقر المتعارف عليها في قضايا الصعيد. وعشان أبين الأمور بالنسبة للقضية دي لزملائي وللعاملين بالقانون، هنرجع لقضية كانت معروضة عليا سنة 2015. القضية دي حضر أهالي الضحايا وبلغوني بأن في مشاجرة حصلت في مركز ضراو في قرية تابع المركز ضراو التابع لمحافظة أسوان، وأبلغوني بأن بعض الأفراد من العيلة بتاعتهم، بعض الأفراد من العيلة أخرى في مشاجرة وسقط فيها قتيل من العيلة بتاعتهم ومصاب. ويعني واتهم فيها ثلاث أفراد من العيلة المعتدية، وتم التحقيق معهم وهم اعترفوا بالواقع واعترفوا بجريمة القتل وجريمة الإصابة، وتم التحقيق معهم، اعترفوا في محضر الشرطة وطبعا أنكروا في النيابة، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات. وديت إحنا بنحضر في قضية زي ديت كمدعين بالحق المدني. وبننضم للنيابة العامة في طلباتها. وهنا دي بتبقى قضية قتل عمدي مع سبق الإصرار عادي خالص. وقد يحدث الصقر من أهالي الجنة، وقد يتأخر الصقر إلى فترة أخرى، ولكن إحنا بيظهر الأمر ده لما بيجي أهالي الضحايا أو العيلة اللي فيها ضحايا بيدفنوا القتلى بتاعتهم في المقابر، وبيعلن على المقابر أثناء الدفن إن العزاء مؤجل إلى وقت سيحدد ويتم الإعلان عنه، وده بيبقى إعلان رسمي في التفكير في الصقر، بيبقى إعلان رسمي من عائلة الضحايا إنهم بيفكروا في الأخذ بالصقر، أي الأخذ بدم القتيل. وكان الكلام ده هو في 31/10/2014 الأحداث القضية دي. وفوجئت بأنهم يوم 27/1/2015 يعني بعد 3 شهور بالضبط اتصلوا بي وأبلغوني بأني جه الضابط وقبض على 2 من عائلتهم بتهمة قتل شقيق الجاني في القضية الأولى، تم قتله وإصابة آخر. وهنا بلغوني إن الضابط جه وقبض على 2 وقال أنا عاوز 4 لأني الواقعة اللي تمت اليوم تمت
سقط قتيل وأحد المصابين. أبلغنا بأن 4 أفراد هم اللي ارتكبوا الجريمة ديت، وتم استدعاء أهلية المتوفي في هذه الواقعة، وقالت أنا بتهم أهلية العيلة التانية على أساس أني هم ليهم صقر، لأني شقيقهم توفى في 31/10/2014 وإحنا بنتهمهم لأنهم هم اللي ليهم مصلحة في قتل أخويا، لأني أخويا المتهم اللي محبوس على ذمة قتل أخوهم وشقيقهم محبوس دلوقتي، فهم اللي ليهم مصلحة في قتل أخويا التاني النهاردة. وبلغوني بأن الضابط حضر ليهم وشافهم في المضيفة بيتقبلوا العزاء، يعني هم كانوا مؤجلين هذا تقبل العزاء إلا في اليوم ده هوت بعد أن ياخدوا بدم قتلهم. وقال لهم أنا دلوقتي المصاب بلغني أن 4 أفراد فتسلموني 4، ادوا له أسماء 4 وسلموه 2 بس، وخدهم وقبض عليهم. وكان الكلام ده الساعة 4/27/2017. حضراتكم طبعا هذا الأمر طبعا لأسف 27/1/2015 بعد 3 شهور من الواقع الأولية. وبالتالي هنا أصبح أمامنا قضيتين، قضية القتل الأولى اللي كانت في 31/10/2014 وقضية الصقر اللي هي كانت في 27/1/2015. هنا المعروض علينا أصبح في قضيتين، وقد يتأخر الأخذ بالصقر لمدة 5 ولا 10 ساعات، بيتأخر الصقر إلى 20 سنة، فبتبقى في قضية واحدة بس هي قضية القتل العمد مع سبق الإصرار وخلاص. لكن هنا الأحداث بتاع الوقائع المعروضة في القضيتين دول، أهل الضحايا ما صبروش على الأخذ بالصقر. بعد 3 شهور هم زي ما الضابط قال هم راحوا قتلوا شقيق المتهم بقتل شقيقهم، وبعد ما قتلوا وتيقنوا من إزهاق روحه رجعوا للبيت عندهم وبدأوا يتقبلوا العزاء فشقيقهم اللي هو توفى في شهر 10/2014. حضراتكم هنا أنا عاوز أفسر الأمر، يبقى لو ما فيش قضية صقر بتبقى قضية واحدة المعروضة على القضاء، أما لو في قضية صقر فبتبقى في قضيتين، قضية القتل العادي وقضية الصقر بتبقى لاحقة ليها. وهنا في الموضوع بتاعنا نجد أن الأحداث كلها قريبة ومتلاحقة. وكان حضراتكم في هذه الواقعة الضابط لما قبض على يوم 27/1/2015 الساعة 4 قبض على المتهمين الاثنين وخدهم إلى مكان الاحتجاز. وهنا الضابط تراخى في تحرير المحاضر، وده اللي هو إحنا بناخده على بعض ضباط الشرطة الصغيرين، لأن كان المفروض لما قبض عليه يوم 27/1/2015 كان يبدأ ياخد إجراءاته ويعمل المحاضر بتاعته، ولكن هو تراخى في اتخاذ الإجراءات. قبض عليه الساعة 4، قبض عليهم الساعة 4 يوم 27/1/2015 ولم يحرر أي أوراق في المحاضر إلا يوم 29. فوجئنا بإني بيحرر المحضر بالتحريات يوم 29/1/2015 الساعة 3
بعد الظهر، وقال ان التحليات اكدت بان وقعت القتل اللي حصلت اليوم وراها العيله الفلانيه، لان اخذ بصائر شقيقهم اللي هو توفى في 2014، وعمل المحضر وقال ونما الى علمنا وتاكدنا من صحه تلك التحريات بان وراء المقتل المجني عليهم اليوم الاربعه وعدد اساميهم، وقال واحنا هنستصدر اذن من النيابه العامه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين. وكل ده والمتهمين تحت ايديه، يعني هو واخد لما راح في للعيله قبض على اثنين وخدهم معاه يوم 27/1/2015، ولسه بيعمل المحاضر، وخد اذن برضه يوم 29/1/2015 وعمل محضر ضبط، وقال وانا ضبطت عليهم وضبطتهم في مستخبيين في الزراعات وبتاع، كلام بعيد عن الواقع. واتعرضت القضيتين أمام المحكمة، ودي كان برضو بيبقى ساعات من حسن الحظ إن القضيتين، قضية القتل الأولى كانت يوم 26/3/2016، وكانت قضية الصقر كانت يوم 28/3/2016، كانت قدام دايرة واحدة بس في تواريخ مختلفة. فاحنا حضرنا في قضية القتل العادية كما كمدعين بالحق المدني، وهنا لزملائي انه لابد انك تطلب ضم قضية القتل الى قضية الصقر. ليه؟ لوحدة الخصوم ولوحدة الاحداث ولوحدة الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، كلها أحداث واحدة، فلا بد أن يكون أمام قاضي واحد، ولا بد أنه لازم يصدر فيهم حكم واحد. وهنا في حالتين، في الحالة الأولى لو تأخر الأخذ بالصقر، يعني تأخر الصقر من الجناة، هنا بيبقى في قضية واحدة بس، قضية قتل لأي سبب من الأسباب، بسبب يعني خلافات في الزراعة، خلافات في الري، في لا مؤاخذة أحد الدواب بتاع عيلة دخل وكل بالخطأ في حقل آخر مش بتاعهم، وبتقوم اي مشكله. ساعات بيبقى كمان في قتل خطا بيترتب عليه صقر، يعني في واحد بيصطدم بسيارته، واحد خطا، التانيين لازم بيصمموا على انهم ياخدوا الصقر، ودي كانت بتبقى غريبه لانه ما بيقصدش الحاجات دي. فادي فبهنا لما ما يكونش في صقر بيبقى في قضيه واحده معروضه على القضاء، وهنا بنحضر فيها وبندعي بالحق المدني وبنطلب التعويض وبننضم للنيابة العامة في طلباتها. وهنا الحكم اللي بيصدر بناخد فيه صورة من الحكم، وده احنا بنستفيد من هذا الحكم في قضية الصقر لو تم أخذ الصقر، لأن تعرف القضاء والقضاء عندنا على أنه لما يصدر حكم في قضية القتل مثلا بثلاث سنوات أو بسبع سنوات أو بعشرة أو 15 أو 25 بيبقى في قضية الصقر بيطبقوا نفس الحكم. ليه؟ عشان يبقى في مساواة في هذا الحكم، وما يبقاش في إن عيلة خدت في قتلها 10 وبعدين يدي في القضية في الصقر 25، ما بينفعش، لا بيدوا نفس الأحكام. وهنا لكن عندنا احنا هنا كان القضيتين موجودين، قضية القتل وقضية الصقر موجودين في دايرة واحدة، وعشان بس في تواريخ مختلفة، واحدة ب 26/3/2016 والتانية كانت 28، واحنا حضرنا في قضية القتل الأولى وطلبنا ضمها للقضية التانية ليصدر فيهم حكم واحد لوحدة الخصومة
ولوحدة الأحداث ولوحدة الظروف والملبسات ولحسن سير العدالة لابد أن يصدر فيهما حكما واحدا. وحضراتكم يعني هنا طبعا إحنا حضرنا في هذه القضية. ويعني أنا لو رجعت بعض الأحداث إكمنها كانت من 2015 هنا لما حضراتكم أهلية الضحايا لما جولي في القضية الأولانية اللي مات منهم واحد وأصيب آخر، لما جولي بعد 3 شهور جولي كأهلية المتهمين لأني عندهم 4 متهمين بقتل شقيق المتهم في القضية الأولى. وهو المتهم أو الجاني في القضية الأولى ما اتحبس خلاص، فالصار يتاخد. لأن خلي بال لحضراتكم أن العائلة بجميع أفرادها بتبقى مسؤولة عن الصار سواء كانوا جناه أو كانوا ضحايا. إزاي الكلام ده؟ بنجد أنه في إذا كانوا جناه، يعني إذا كان أحد من العيلة الأولانية ديت هو القاتل، بيتم أخذ الصقر من أي حد من العيلة التانية، يعني أي حد بيتاخد منه الصقر. وعشان كده هذه العادة السيئة أو هذا العرف القاسي كده بيجعل الناس في اللي هم بيبقى مطلوب منهم الصقر أو إنهم هيتاخد منهم الصقر، هنا بيبقوا عايشين في حالة خوف وذعر وعدم استقرار لأنهم مهددين بالقتل غير الشرعي اللي هو الصقر في أي وقت أي وقت. وعشان كده بنجد إن في الصعيد بنجد إن الناس بيمتنعوا عن الذهاب لأعمالهم لأنه ما هو طالع للعمل أو هو راجع منه ممكن على طول يضرب ويتاخد منه الصقر، لأنه الصقر بيتاخد إما من شقيق الجاني أو من ابن عمه أو من والده أو من ابنه، وساعات كان بيتاخد من أطفال. يعني أنا عندي قضية كانت معروضة عليا، يعني تم قتل طفل عنده 11 سنة أخذا بالصقر. بل كان عندي قضية أخرى يعني حاجة غريبة الشكل، إن في ناس بيطلقوا عيلة نارية على طفل عنده 16 سنة، فالتجأ لبيت يحميه من إطلاق النار دهوت، وكان بيتاخد منه كسائر من الطفل ده. فالتجأ لبيت، والبيت ده كان فيه راجل مسن ومش قادر يحميه لأن اللي جايين بأسلحة آلي و4 أفراد، فمش ما قدرش لأنه مش قادر، ما قدرش عليهم، فأخذوا منه الواد وأمطروه بالرصاص. فأهلية الطفل ده اللي مات ياخدوا الطار من مين أو الصقر من مين؟ من الشاهد، لأنه ده شهد وقال أنا شفت من دول الناس ديت بتقتل الطفل ده كده. خدوا الصقر من ومن هذا الرجل، مش منه بقى، من حفيده وكان عمره 11 سنة، وخدوا صقرا لأنه رفض أنه يحمي ابنهم. ودي كانت حاجة غريبة برضو لأنه لا له صلة هو بالصقر ولا له صلة بالعيلة ديت ولا له صلة بالعيلة دي، لكن الصقر أصبح يعني ظاهرة خبيثة وظاهرة مذمومة، رغم أن المجتمع المصري معروف عنه المسالمة والطيبة طوال التاريخ، أما العنف فديت يعني شيء غريب عنه ولم يتعود عليه، بل حاجات اكتسبها من الأسر اللي هي كانت بتهاجر من الجزيرة العربية ومن اليمن إلى الصعيد. لكن زي ما أنا قلت المجتمع المصري معروف عنه المسالمة والطيبة، بل وصل الأمر حضراتكم على إن في أسر بأكملها
كانت بتضيع، هذه الأسر كانت بتضيع لهروب العائل بتاعها أو اختفائه، وده كان بيترتب عليه عدم تربية الأولاد وضياع الأولاد وضياع الزوجة وضياع الأسر. هذه نتيجة هذه العادة المذمومة، العادة السيئة اللي هي ظاهرة الصقر. حضراتكم طبعا هو أهلية المتهمين لما جولي بلغوني بهذا الأمر، فكان قدامنا ان احنا في القضية الأولى اللي هي قضية القتل احنا بنحضر كمدعين بالحق المدني، وطلبنا من طلباتنا الانضمام الى طلبات النيابة العامة. وحضراتكم بالنسبة للقضية الثانية اللي هي قضية الصقر، وكان طلباتنا فيها هو الآتي: اولا بطلان صدور اذن النيابة العامة لصدوره بعد القبض على المتهمين، لأن حضراتكم طبعا شهود النفي والمتهمين قرروا في تحقيقات النيابة أنه تم القبض عليهم الساعة 4 مساء أو بعد الظهر من يوم 27/1/2015، ولكن وجدنا في الأوراق أن الضابط بعد ما قبض عليهم هنا حرر محضر بالتحريات الساعة 3 الظهر يوم 29/1/2015، بعد يومين، وحرر وأصدر إذن من النيابة العامة في ذات التوقيت، وعمل محضر بالضبط برضو في يوم 29، وبالتالي يكون تحرير المحضر التحريات وصدور إذن النيابة العامة، ورغم أنه هو قابض على المتهمين قبلها بيومين يوم 27/1/2015 الساعة 4 الظهر، وبالتالي يترتب عليه بطلان القبض على المتهمين يوم 27، لأنه كان في هذا الوقت 27/1/2015 لم يكن بيد مأمور الضبط القضائي إذنا بالضبط والتفتيش، ولكن هو استصدره يوم 29/1/2015. أيضا بندفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض المتهمين على المحقق خلال المدة القانونية، لأن حضراتكم طبعا تحقيقات النيابة العامة كانت يوم 30/1/2015، في حين تم القبض على المتهمين يوم 27/1/2015. يعني المفروض طبقا لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية يجب خلال 24 ساعة أنه لو المتهم لم يأتي بما يبرئه بيرسله خلال 24 ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق، ولكن نجد أن الضابط أرسله بعد 3 أيام إلى التحقيق، الأمر اللي بيترتب عليه بطلان تحقيقات النيابة العامة وما ترتب عليها من إجراءات تطبيقا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية. أيضا بندفع ببطلان تحريات المباحث، لأن تحريات المباحث اتحررت المحضر يوم 29/1/2015 الساعة 3 بعد الظهر، في حين تم القبض على المتهمين يوم 27/1/2015، وبالتالي التحريات معمولة بعد القبض على المتهمين، ومن ثم لم تكن هناك تحريات بل كانت تحريات مكتبية وهي مخالفة للواقع، وبالتالي تبطل تلك التحريات وما ترتب عليها من إجراءات. أيضا هنا بندفع بعدم سماع شهادة مأمور الضبط القضائي بتحقيقات النيابة العامة، لأنها وليدة إجراءات باطل، وليدة قبض باطل وتفتيش باطل، فإذا أجرى الضابط قبضا باطلا وتفتيشا باطلا لا تسمع أقواله ويجب استبعادها من مجال الإثبات الجنائي في الدعوة. أيضا إحنا هنا بندفع بعدم وجود شاهد إثبات، هنا وقع لم يكن فيها شاهد إثبات واحد،
لم يشاهد المتهمين وهم بيرتكبوا الجريمة، فضلا عن عدم القبض على المتهمين في مكان الواقع. لكن هو قال إن أنا إحنا قبضنا عليهم في الزراعات وفي في بين الأشجار، وده كلام طبعا مخالف للحقيقة. إحنا حضراتكم بندفع أخيرا ببطلان الإقرار. هو بيقول إن المتهمين اعترفوا في محضر الضبط بارتكاب الجريمة، وهنا إحنا بندفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط، لأن هذا الإقرار طبعا لم يصدر عنهم، والدليل على ذلك أنهم فورا مسلهم أمام المحقق أنكروا كل الاتهامات المنسوبة لهم في الأوراق، وبالتالي فإن الإقرار المنسوب يكون إقرار مخالف للواقع والحقيقة. وهنا أنا جيت قدام المحكمة بعد هذه الدفوع وقلت يا حضرات المستشارين، انتهت كلمة القانون ولم يتبقى لي إلا كلمة الحق والعدل والواقع والحقيقة، لأن قد لا يسعفني القانون في هذه القضايا. لذلك قلت إني أستسمح هيئة المحكمة بإني أسترجع بذاكرتي أن نفس القضية كانت معروضة علي من 11 سنة أمام محكمة جنايات أسيوط، وكنت بأدافع عن المتهمين في قضايا الصقر، وكان بترافع عن 3 متهمين في قضايا الصقر، وهيئة المحكمة قررت ضم القضيتين، قضية القتل وقضية الصقر، ليصدر فيهم حكم واحد، وفعلا صدر الحكم بالسجن 3 سنوات لجميع المتهمين سواء في قضية القتل أو قضية الصقر. وهنا كان المتهمين كانوا قضوا أكثر من نصف العقوبة، فأنا يعني بمبادرة مني اتجهت إلى كبير العائلة اللي هي العيلة الخصم بتاعنا، وبقول له يا شيخ ضاحي أتمنى أن الأمور تهدى، لأني خلاص الناس هتطلع وخلال شهر ولا 2 هيطلعوا، فنتمنى الأمور تهدى في القرية وإنت الكبير بتاع القرية كلها. فلقيته بيقول لي يا متر اهدى ايه؟ نهدى ايه؟ انتوا 3 متهمين في 3 سنين ب9 سنين، واحنا 4 متهمين في 3 سنين ب12 سنة، فاحنا لينا عندكم 3 سنين، يا ناخد بهم فلوس يا ناخد بهم ناس. شيء بغيض، شيء لا ينتهي، بقالوا 10 سنين لن تنتهي هذه الفتنة. ولذلك احنا بنبص نلاقي هذا الامر، ان الفتنه دي لن تنقضي بقسوه العقاب. هذه الفتنه وهذه العاده السيئه، العاده الجاهليه، لابد من تضافر كافه الجهود للقضاء عليها والقضاء على هذه الفتنه، وكافه الجهود ومنها المنظمات المجتمع المدني ومنها الأمن ومنها كل أجهزة الدولة، إن هي تتضافر جميعا ومنها القضاء. ولذلك أنا بفوض الأمر لله من قبل ومن بعد ولعدل المحكمة لوقت هذه الفتنة. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. فحضرتكم كان المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة، كانت حضراتكم إلى جلسة هنا 24، كانت 24 معلش 24/4/2016 للنطق بالحكم. وفي هذه الجلسة فوجئنا بأن حكمت المحكمة حضوريا ببراءة جميع المتهمين سواء في قضية القتل أو قضية الصقر، وكان هذا الحكم بمثابة بردا وسلاما على العائلتين، وتم التصالح بينهما ترتيبا على هذا الحكم. وأنا هنا
أنا بسجل لزملائي وللعاملين بالقانون أرقام القضايا، إذا عن لأحد من زملائي الشباب أنه يستخرج صورة من هذا الحكم اللي كان بيعتبر وثيقة دمغة لوأد هذه الفتنة المسمى في هذا العصر بظاهرة الصقر في الريف المصري، القضية رقم 1436 لسنة 2015 جنايات مركز ضراو، والمقيدة برقم 1120 لسنة 2015 كلي أسوان. وفاءكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.